حبيباتي كي دايرين لاباس عليكم؟ اليوم عاوتاني جبت لكم واحد الوصفه لبنانيه، وهاد الوصفه اللبنانيه خديتها من عند شاف كويزينيير لبناني. كنت كنمشي لواحد الغيستون كانت كتحمقني، هو اللي كتب لي لا غوسيط ديالها. مي لا غوسيط ديالها بسيطه 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 بزاف. هاد الوصفه سميتها بابا غنوج، اللي هي كتكون من الدنجال. ناخذ ربعه الدنجالات معاهم نص كاس ديال الطحينه، شويه ديال الثومه، وعصير ديال الحامضه، كاس ديال زيت العود، دانون ناتور طبيعي، شويه ديال الملحه، وشويه ديال الكمون. هذه هي الوصفه، هذه هما المقادير ديالها. سهله سهله ولكن لذيذه بزاف، وفيها بزاف ديال لي فيتامين. اصلا الدنجال هو من المعروف انه كيخفض الكوليسترول في الدم، وكيعزز صحه القلب والشرايين، يعني شي حاجه مفيده ديال بصح. ومع اصلا حنا غادي نديروه مشوي، يعني راه كله فيتامين. هو كيتنصح انه يدار مشوي ولا مبخر، ولكن مشوي احسن حاجه. كتشويه غير في الفرن، وكيحافظ قلت على ضغط الدم، ومقاوم للسرطانات. معروف الدنجال بانه كيقاوم السرطانات وكيشبع، انك الا كليتيه كتحسي بالشبع، يعني كيساعد شويه على النقص في الوزن. يعني الا بغيتي تحسي براسك شبعانه وما تبقيش تاكلي كليها هوايه. ومعروف ايضا انه سميتها كينقي لابو بزاف 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 ديال بزاف، حيت هو فيه الماء بزاف، فيه المياه بزاف، وفيه الفيتامين او. ومعروف معروف ديال بصح. وكي هذا والمراوات الحاملين حتى هما مزيان ليهم، لانه كيعزز النمو ديال الجنين. قلت فيتامين او وفيتامين سي، هادو معروف بهم الدنجال. وان شاء الله تعجبكم هاد الوصفه، وغتجيكم سهله سهله سهله، وتبقاو ديروها ديما لانها زوينه وكتحط بعدا. كتقدو تخليوها في الثلاجه حتى لمده 3 ايام، ماشي مشكله، وتبقاو تهزو منها. يلا معايا تشوفوا الخطوات كيفاش نصاوبوها. من بعد ما شوينا الدنجال في الفران، حتى هو كنديرو فواحد الساشي بحال هكايا، وكنخليه بشي شويه باش دغيا تحيد لينا الجلده ديالو. ملي كنحيدو الجلده ديالو حتى هو تنقرطوه وتنخليوه فواحد الصفايه، حتى كيصفى تينزل منو هذاك الماء مزيان. وها هو يا نديرو في الطحانه، ها هو يا، وغنزيدو عليه حب ديال دانون سوس طبيعي. ها هو اي دانون طبيعي، اي دانون طبيعي، باش تسيل يكون طبيعي، ما فيه لا نكهه لا والو. وجوج معالق ديال الطحينه، انا كنقول جوج معالق ولكن كندير كثر، نديرو ثلاثه المعالق. كتبقى عينك مزيان على حسب الكونتيتي، انا كنعرف بالكونتيتي اللي عندي، ما كنعرفش بالقياس بالضبط. كنديرو الحامض، هو كنخليو شويه باش كنزوقو به الفوق. كنديرو شويه الثومه، مكنكثروش بزاف حيت الثومه خضره، ما نديروهاش بزاف، غير شويه هكا باش ما تجيناش مشبعه. الكمون تقريبا معلقه صغيره ديال الكمون، وشي ملحه، وزيت العود. ما حدك انت تطحني وتيبان لك واش عاقد بزاف، الا جاك عاقد بزاف بزاف كتبقاي تزيدي في الزيت. وانا غنشوفو انا حقا نسيت ما قلتش لكم قبيله، اللي عنده فقر الدم الحاد ما خصوش ياكل الدنجال، لانه هو كيمتص الحديد من الجسم. اللي عنده داك الفقر الدم الحاد الحاد، ودي معلومه يلا قريتها، يلا وشوفوا معنا التقديم كي غيكون. حبيباتي ها هو الشكل النهائي ديال بابا غنوج، ها هو كنزوقوه بالزيت العود وبهذا الكمون. وان شاء الله ان شاء الله ملي غادي تجربوا غادي تحماقوا عليه، حيت اصلا هو شفتوا الطريقه ديالته سهله سهله، ودخل فيه حتى دانون. دانون راه مفيد لهذا المعده، وسيرتو هذا ناتور ما فيه حتى شي حاجه. ان شاء الله يا ربي تعجبكم، وانا متاكده متاكده مليون في الميه انه غادي يعجبكم. جربوا بحال الاكلات الشاميه ديما كيكونوا زوينين بصح، الاكلات الشاميه خطيرين. وهذا كيتقدم هو بعد، راه قلت لك تقدري تخليه حتى 3 ايام في الثلاجه وتبقاي تجبديه وتاكلي منه عادي، ما كيتسخن ما والو، هو كيتكال بارد. وما تنساوناش من اللايك ومن الدعم ديالكم، ومن حنا ديما نبقى نقول لكم بلا بيكم ما غاديش بيان سور ما غاديش نزيدو القدام. وكنتمنى انكم تقولوا لنا لي كومونتير التعاليق اللي عاجبينكم، واللي ما عجبكمش شي حاجه اللي كاينه تقولوها، وحنايا ان شاء الله باش نديرو بالراي ديالكم. و
وان شاء الله نتمنى الخير وشكرا.